اكو دور رقابي على مياه الآرو او معامل او محلات مياه الآرو؟ الحقيقة احنا استاذ يعني كوزارة بيئة يحكمنا قانون رقم 27 لسنة 2009 اللي حدد لنا المعامل انتاج المياه. معامل انتاج المياه احنا كطبيعة التعامل كدائرة نتعامل مع المعامل حاصلة على اجازة تأسيس من التنمية الصناعية. نعم. هاي كل المعامل راح تكون يعني خاضعة على موافقة بيئية من مديرية بيئة بغداد وخاضعة لرقابة دورية من قبل مديرية بيئة بغداد. طيب أما موضوع محلات إنتاج المياه الحالية المنتشرة حقيقة نعم. هاي تتابعها أمانة بغداد، واجبنا أنه تتابعها المحلات. ما هي يعني شلون راح إلى درجة معمل؟ شلون تشخص إذا كان هو صالح أو غير صالح؟ لازم يعني أصحاب شيء؟ طبعا أمانة بغداد أتها حاليا تنتج أمانة بغداد مياه صالحة للشرب. زين، هو حسب أمانة بغداد يقول لك أنا مي الإسالة هو صالح للشرب لكن تصير عليه تجاوزات فيتلوث. صحيح، بس من حالات عندنا مشاكل تكسرات في شبكات مياه الشرب تسبب اختلاف هوية مع المجال حقيقة قسم بعض المناطق. نعم. تسبب عندنا هذا الموضوع. طيب أنتم كوزارة سيد حيدر، كوزارة بيئة أستاذي حتى يكون الصورة واضحة. نعم. احنا ما نتدخل بمياه الشرب، يعني عده تعليماتنا انه حد يعني مسؤوليتنا تنحصر من رايه المصادر المائيه اللي هو يعني مسؤوليتكم باتجاه الامور الحكوميه. بالضبط، باتجاه الامور والمعامل الحاصله على اجازه تاسيس من التنميه الصناعيه. طيب هذا دور منو لعد سيد حيدر انه هذه المحلات اللي تبيع مي ومي قاعد تستخدم أنا الناس؟ اعتقد انه دور الرقابه الصحيه في امانه بغداد واجبنا انه سيطر على هذه المحلات. زين. لان يعني سيطر وفق اليه خاصه تخضعها لرقابه خاصه، عندهم هم موجودين في امانه بغداد قسم الرقابه الصحيه.